تسع دقائق بعد منتصف النهار باستوديو إذاعة جيلافا، مستمعين أينما كنتم نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم فيزا للمستقبل، والأول في هذا العام الجديد 2017، عام نتمناه أن يكون عام خير وازدهار للجميع وللوطن. إذن قبل ما ننطلق في العام الجديد، مليح أننا نقوم بتقييم ما أنجزناه في العام المنصرم، ولهذا الغرض ارتأينا أن نخصص حصة اليوم للحديث عن قطاع التشغيل ومدى مساهمة كل من وكالة دعم تشغيل الشباب بونساج والصندوق الوطني لتأمين عن البطالة كناك والوكالة الوطنية للتشغيل أنام في تسهيل ولوج الشباب لعالم الشغل، خلق الثروة ومناصب شغل، فضلا على الاستراتيجية المستقبلية والتسهيلات المقدمة. إذن سياسة التشغيل في الجزائر تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما ترقية الشغل عن طريق المبادرات المقاولاتية وترقية دعم الشغل المأجور، ولهذا الغرض أنشئت عدة وكالات وصناديق على غرار أونساج أونجام كناك والوكالة الوطنية للتشغيل أنام، فيما يكون دور الدولة في الدعم والمرافقة. فماذا تحقق في السنوات الأخيرة خاصة في 2016؟ ما هي التسهيلات والدعم المقدم للشباب للدخول عالم الشغل، سواء عن طريق إنشاء مؤسسة أو من خلال الحصول على وظيفة؟ هل ستستمر هذه الميكانيزمات في دعم الشباب، وما هي الاستراتيجية المستقبلية التي سطرتها ل 2017 والسنوات المقبلة خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية؟ وإذا مستمعينا، لمناقشة هذه المحاور وأخرى يحضر معي كل من السيد حمودي محمد، مستشار مكلف بالشراكة والتعاون بالمديرية العامة لأونساج. مرحبا بك سيدي. مرحبا، شكرا سيدي. معنا كذلك السيدة حسنة مولى سليمة إطار في صندوق كناك، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وكذلك السيد جعدي إسماعيل، مسؤول وكالة أنام الجزائر العاصمة، مرحبا بك. شكرا، مرحبا سليمة. مرحبا بكم جميعا وشكرا على تلبية الدعوة. أنتم كذلك مستمعين يمكنكم المشاركة معنا عبر الهاتف 021-69-27-27، أعيد 021-69-27-27، أو عبر صفحتنا الفيسبوك فيزا للمستقبل. إذن دون إطالة أظن نبدأ بك سيد جعدي، مادام حنا نطرقوا لسياسه التشغيل ولا نسيو نقيموا واش انجزناه خلال 2016 وخلال السنوات الاخيره خاصه في ظل الازمه الاقتصاديه، نتحدثوا على لانام ارقام يعني ايجابيه ان صح التعبير. السلام عليكم. وعليكم السلام. استضافه ونشكركم دائما على الاهتمام بهذا الملف الهام على مستوى الوطن. نعم، 2016 كنا متخوفين من الوضعية الاقتصادية التي كانت تتروج على مستوى العالم وليس فقط على الجزائر، إلا أننا يعني الحمد لله يعني رجعت بخير علينا في إطار التشغيل، وهي أحسن سنة من خلال الخمس سنوات، لأن عندي إحصائيات من 2010 إلى 2016، وجدنا 2016 هي أحسن سنة فيها من جانب التشغيل. وأحسن دليل أن شغلنا أكثر من 34,700 تشغل في إطار عادي يعني كلاسيكي، يعني بالأرقام الحقيقية 34,782، رغم أننا تم إرضاء عروض العمل إلى أكثر من 42,000. يعني الفارق هو دائما إلى خارج الولايات استفادوا، يعني مواطنين خارج ولاية العاصمة استفادوا من التنصيب على مستوى عاصمة الجزائر بدون حسب الأجهزة التي وضعتها الدولة، مثل ما قلت ما هي التسهيلات التي وضعتها الدولة، وضعت التسهيلات التي تشجع من خلالها التشغيل. عندنا عقد العمل المدعم أيضا أكثر من 3,000 تنصيب على مستوى ولاية الجزائر، وعقد وعندنا عقود الإدماج المهني دي اي بي كما تسمى، وعندنا هي 1674 تنصيب على مستوى ولاية الجزائر. لو أخذنا ككل بدون ما نحسب التنصيبات على لدى الشركاء الوكالات المحلية للخواص، وهي يعني مشكورين الذين حصلوا أكثر من 12,000، يعني العاصمة وكل راهي تجاوزت 50,000، يعني الاستفادة تجاوزت 50,000 تنصيب عمل،
هناك تراجع ايضا في ليس في التسجيلات وانما في ما تبقى يعني الستوك من طالبي العمل اللي مازال ما وجدنا لهمش العمل، علما بان التسجيلات لا تستثني لونساج ولا كناك، لابد ان يسجلوا عندنا حتى باش يديروا برامجهم او مقاولتهم، وهذا معروف يعني معروف الاخ تاع لونساج ممكن يدخل ولا كناك، هذا ككل. اذا الاستفاده ككل الحمد لله اليوم جاوزنا يعني بالعدد الارقام جاوزنا 53 الف تنصيب بالشركاء تاعنا والاجهزه. الله يبارك، دانا ارقام مفرحه رغم كما قلنا رغم الازمه الاقتصاديه العالميه والازمه الماليه جراء تهاوي اسعار البترول، كذلك لانه كان هناك تخوف خاصه في ظل هذه الازمه ومحدوديه المناصب الشغل خاصه في الوظيفة العمومية، لذلك وجهتم كل اهتماماتكم الى القطاع الاقتصادي. لا لابد ان نعرف ان اولا الازمه الاقتصاديه وكنا نكلموا على كلمه التقشف لا وقلنا نفضل ان نستعمل مثل ما استعملت هالدوله هي ترشيد النفقات. نعم هو احسن يعني شيء واحسن هذا ترشيد النفقات وعدت بالخير ان شاء الله يعني في التسجيل. اما فيما يخص لا فونكسيون بيبليك او الوظيفه العموميه علما بان الاداره اليوم متشبعه الا بقى بعض يعني السيكتور يعني قطاعات كمثل ليديكاسيون التربيه والصحه اللي راهم يشتغلوا يعني يشتغلوا بكثافه ليعوضوا ممكن الفارق اللي موجود على مستوى خاصه المعلمين ما نقدروش نخلوا الهيئه والقطاع هذا بدون الاخرين، ولكن اذن عندهم اليوم فتحت لهم الدوله يعني باش يشغلوا مسابقا، ولهذا الوظيفه العموميه لدى الوكاله الوطنيه تقريبا 99.99% متوقف على اساس ان لابد ان نشجع القطاع الاقتصادي على اساس مولد لمناصب الشغل. وباش نكملوا في هذه النقطه بالذات اذا سمحتم معنا مكالمه محمد من الجزائر، هو مقاول وعنده انشغال، اذا سمعتم محمد صباح الخير. صباح الخير خوتي واش راكم لاباس؟ الله يهنيك الحمد لله كل عام وانتم بخير. عندك انشغال انت صاحب مؤسسه؟ نعم الوغ حنايا حنا نو زافون اون سوسيتي كون فا اوفير بيانتو دونك اون سرا اوبليجي دو ريكروتي دي جون. جوست اون كيستيون بارابور على كارت بارابور على لابليكاسيون على نام. المكملات ماشي مكملات من كالي نوتر كان ان طونك شيف دونتربريز كونت اون باس باغ لا ميم ولا لا كناك ولا الفايده تاعكم. داكور بارك الله فيك محمد. السي جعدي راه هنايا راح يجاوبك. السي جعدي الاخ محمد ومقاول راح ينشا المؤسسه تاعو عن قريب راح تنطلق ان شاء الله. عنده 30 انشغالات على كل حال. حول اذا كان لازم سمعت بشرت. نعم تفضل تفضل. اولا نحن نبارك له على هذا النجاح وهذا ان شاء الله افتتاح وهذا ثاني راح يشجع التشغيل على اساس يفتح المؤسسه. الانشغال تاعو يعني ماهيش اشكال ان في حاله ما يحب يشتغل على المستوى المحلي يعني طلبات العمل، وهو نشجع التشغيل المحلي على مستوى الوكاله الوطنيه للتشغيل. باسكو لازم يريكروتي على مستوى لاكومين تاعو. نشجع ماهوش لازم لانه هو حر باش ونحب يشغل الا واذا كان القانون يعني يسمح له وين يحب يشجع، ولكن احنا نشجع التشغيل المحلي لان الاعطاء خاصه المناصب العاديه التي ليس يعني دو بريفيرونس ريكريتي او نيفو لوكال او نيفو لا كومين لا ما صابش لي كومبيتونس هذوك صابهم في لي كومين الاخرين يا با بروبليم يقدر يروح. احنا دوكا اليوم بالوسيط يمكن من خلال يوضع طلب شغل يعني عرض عمل على المستوى الوسيط اوتوماتيك يعطي له كل الامكانيات على مستوى الولايه وهو يختار، وحنا نفضل التشغيل المحلي على اساس انه نشجع التشغيل المحلي لانه يفيد اولا الشباب المحلي لكي يتم امتصاص البطاله على المستوى المحلي. اما فيما يخص الفائده هناك فوائد، اولا قادر يستفيد في الاجهزه دي اي بي اي سي تي عقد العمل المدعمه وعقد العمل جهاز الادماج المهني كما يعلم القانون قادر يتفضل عندنا ونفهموه اكثر، وخا ايضا عنده لا لوا يعني قانون 06/21 في التشجيعات
العوا كل ما يشجع الشاب يعني بريمون ديموندور والاخرين يعني او لاول مره الدوله تنحي له تقريبا تنحي له اكثر اولياء يخلص 20 25% تاع لاكناس يخلص الا 5%. هذه الفائده تاعك وعندك فوائد يعني ايضا الدوله تعطيك تشجيعات اخرى ممكن اخت على كناك راح تقدم له على القانون 0621 والفوائد اللي يقدم وايضا الدوله اذا كان خلق هذه المؤسسه في اطار انساج ولا لاكناك الدوله تعطي له زوج من عمال بصفه يعني دائمه ويقدر يتخلصهم الدوله كل الكفاءه يعني الخلاص والاسيرونس تاعو على عاتق الدوله. بور بلوس دو ديتاي نعم واش يدير يقدر يتقرب ليك يقدر يتصل بنا احنا الوكاله تاعنا الولائيه موجوده في العاشور يقدر نعطوا له الهاتف نعطوا له اي شيء اي انشغال يتفضل. بارك الله فيك سي جديد مادام رقم الهاتف ما كاينش مشكل. شكرا لك. اذا ما اقتنعش بالجواب نحن نعطي نقدر نزيدوا اكثر. بيان سور لازم يجي عندكم باش توضحوا له اكثر لي زيتاب اسويف. نعم. كذلك قلنا انه معنا كذلك ضيوف اخرين السيده حسن مولاي حسن عفوا سليمه اطار بالكناك كذلك 2016 عرفت يعني دعم لعده مشاريع عده شباب خاصه لخلق مشاريعهم الخاصه وبذلك الشاب لما يخلق مشروع ولا مؤسسه هي فرصه عمل ليه مكان عمل ليه وربما لشباب واحد اخرين. نعم مساء الخير. هو ما نستطيع أن نقوله بأن في خلال سنة 2016 قام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة اللي متكفل بدعم جهاز إحداث النشاطات للبطالين اللي عمرهم بين 30 و 50 سنة قام بتمويل عن ما يزيد من 8293 مؤسسة مصغرة وهذه المؤسسات المصغرة مولت استحدثت مناصب شغل عن ما يزيد 20364 منصب شغل وهذا ما يعتبر رقم إيجابي بالأخص أن هذه المشاريع أنشئت خاصة في مجال الزراعة مجال الصناعة التقليدية والخدمات والصناعة ونستطيع أن نقوله أن قطاع الزراعة هو يأتي في المرتبة الأولى سنة 2016 هذاك بعد ما كانت الخدمات هي ربما في السنوات الماضية هذه السنة قطاع الزراعة هو اللي يأتي في المرتبة الأولى قامت المؤسسات التي أنشئت هي بالأخص في مجال الزراعة يعني توجه للقطاعات الحيوية لي سيكتور استراتيجيك استراتيجيك اي كرياتريس دو ريشيس فوالا. شكرا لك. اذا لونساج يعني من آليات اللي استحدثت لدعم وتشجيع الشباب على خلق مؤسساتهم الخاصة خلق فرص عمل وخلق الثروة كيفاش تقيموا السنوات الأخيرة خاصة 2016؟ أولا سي حمودي شكرا. قبل ما نبدأ أولا أن أوجه التحية خاصة إلى إذاعة جيل أف أم على هذه الاستضافة ومن حين الفرصة لتقديم معطيات عن عمل الوكالة الوطنية لدعم تشجيع الشباب. الوكالة الوطنية لدعم تشجيع الشباب هي تنشط في مجال المقاولاتية مهتمة بمرافقة الشباب على تجسيد مشاريع على أرض الواقع وذلك في من أجل إنتاج الخدمات إنتاج السلع والخدمات سواء يعني في التوسيع أو في الإنشاء في هذا وذلك وفق يعني إجراءات قانونية محددة وفق القانون كما تمنح كذلك مرافقة خاصة للمستثمرين وتمنحهم إعانات وامتيازات جبائية ومالية من أجل تسجيل مشاريعهم في إطار العمل تاعنا في الوكالة حققت الوكالة يعني عمل خلال سنة 2016 مولت 10444 مؤسسة مصغرة هذه المؤسسات المصغرة مكنت من خلق تقريب 21049 منصب شغل خلال سنة 2016 إذا يعني شفنا توزيع هذه المشاريع الممولة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي
راح نوجد الفلاحة، قطاع الفلاحة في المرتبة الأولى بوحدة بنسبة 31%، أي ب 3254 مشروع، يليه بعدها قطاع الصناعة والصيانة بنسبة 24%، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية ب 15%، وقطاع الخدمات ب 21%. الشيء اللي شفناه يعني كما يعني تنفرست يعني المعطيات هذه تاع 2016 مقارنة بمعطيات تاع 2015 لنفس الفترة، نسيبوا باللي قطاع الفلاحة زاد بنسبة 12%، قطاع الصناعة زاد بنسبة 4% مقارنة ب 2015، قطاع البناء والأشغال العمومية بقى نوعا ما ثابت، وقطاع الخدمات زاد بنسبة 1%. بعد ما كان يعني كما لكناك قطاع الخدمات هو اللي كان في المرتبة الأولى. هذا العمل طبعا جاء من خلال يعني التوجيهات المقدمة إلى المسؤولين على المستوى المحلي من أجل توجيه ومرافقة الشباب وتوجيههم نحو القطاعات المنتجة للثروة والقطاعات التي تخلق مناصب شغل، القطاعات التي تقدم خدمات للمجتمع على أساسها هي الفلاحة، الصناعة، البناء والأشغال العمومية، السياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إذا شفنا هذه المشاريع يعني هذه يعني توجهات السياسة العامة للدولة بطبيعة الحال. إذا شفنا توزيع المشاريع هذه ممولة من طرف الوكالة يعني حسب الجنس سواء رجال أو نساء، راح نجد أن فئة النساء احتلت نسبة 14% خلال السنة هذه. هنا سنة 2016 نوجد النساء بنسبة 14% يعني ب 1416 مشروع. إذا قارنا هذه النسبة بالسنة اللي فاتت سنة 2015، في سنة 2015 نسبة يعني تمويل المشاريع بالنسبة للنساء كانت فقط 11%، معناتها نشوفوا يعني حتى من الاستثمار المقدم من طرف النساء الجزائريات يعني زاد بنسبة 3% مقارنة بالسنة اللي فاتت. كذلك يعني إذا كان سمحت فقط نعطي فقط توجيهات يعني من خلال توزيع هذه المشاريع الممولة خلال سنة 2016 حسب المستوى الدراسي لحاملي المشاريع. احنا كما تعلم أن الوكالة الوطنية لدعم الشباب أنها من بين الشروط يعني التأهيل أنه يجب صاحب المشروع يكون حامل لشهادة، هذه الشهادة سواء تكون شهادة جامعية أو شهادة من مراكز أو معاهد تكوين مهني أو شهادة يعني معترف بها من أجل إنشاء المؤسسة المصغرة. في هذا العمل يعني خلال سنة 2016 عندنا 64% من المشاريع الممولة لخريجي الجامعات، إضافة عندنا 17% كذلك من المشاريع اللي تم تمويلها لخريجي الجامعات والمدارس العليا. معناتها المشاريع الممولة خلال سنة 2016 81% هم حاملي الشهادات، فقط نسبة 19% هي نسبة للشباب اللي ما عندهم مستوى بين ثانوي ومتوسط وابتدائي، هادو كذلك يخضعون إلى دورات تكوينية وتأهيلية على المستوى المحلي، وهذا يكون وفق يعني الاتفاقيات اللي مضيناها مع مختلف القطاعات على المستوى المحلي سواء مع مديريات التكوين المهني على المستوى المحلي أو مع الغرف الفلاحية. أحن نزيد نولو فيما بعد باش نطرقوا أكثر إلى التسهيلات المقدمة ولا لكونديسيون لاليجمون دو دوسي وما شابه ذلك، التركيز على التكوين كذلك بالنسبة لكم سيدتي في لكنا كذلك تركزوا على بين النقاط الأساسية باش تمولوا مشروع لازم يكون تأهيل ولازم يكون تكوين شهادة عليا ولا لازم شهادة عليا وشهادة من تكوين مهني أو أي شهادة أخرى معترف حتى إذا كان عند الخواص معترف أجري معتمد أريد أن أقدم إضافة فيما يخص التكوين المهني. الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يدير اتفاقية مع الصندوق مع المراكز التكوين المهني من أجل تحديد مدة التكوين اللي يقدر يجيبه صاحب المشروع باش يقدر يحط الملف نتاعو في وكالات ثم دوتر كونديسيون، لانه كاين ربما البعض يقدم ملف فيه تكوين قصير المدى تما امتي ديوري ني با فريمون كاليفيونت. فوالا في الماضي كنا نقبلوا لا فاليداسيون دي زاكي بروفيسيونيل، ولكن شفنا بلي بزاف
بزاف لاصحاب المشاريع هادو اللي يتقدموا بهاد لاتيستاسيون ما تخليهمش يمارسوا النشاط نتاعهم بصفه منتظمه. ولذا يعني سي فري اونيتمون واحد اللي يدير في اذا كان في مجال يدير اون فورماسيون دو كورت دوري كاين ميم تري كورت دوري ما تسمحلوش هذا التاهيل ما يسمحلوش باش يميتريزي ديجا النشاط هذا الاساس نتاعو. كان سمحت فقط في النقطه هذه يعني التكوين. اذا بعد ما بدينا بلغه الارقام نكملوا معك سيد حمودي محمد مصطفى مستشار مكلف بالشراكة والتعاون بالمديرية العامة لأونساج. كنا نتحدثوا على التكوين. تكوين تأهيلي خاص. تكوين تأهيلي بين من بين الشروط الأساسية لقبول الملف لازم يكون هناك تكوين. هي من بين الشروط كما قلت الأساسية لقبول الملف كما ذكرت هي أن الشاب لازم يكون عنده تكوين سواء تكوين علمي أو تكوين مهني. واليوم يعني الشباب اللي عندهم خريجي مراكز التكوين المهني أو معاهد التكوين المهني دونك راهو عندهم شهادة من مركز أو معهد، خريجي الجامعات راهو عندهم شهادة من الجامعات، أما هناك يعني بعض الشباب اللي ما مارسوش التكوين ما عندهمش شهادة تثبت أنه مكون، لكن أنه هذا الشاب يعني يمارس هذه المهنة يعني يمارسها سواء أبا عن جد خاصة يعني في قطاع الفلاحة. هذا الشباب احنا مع المستوى المحلي مع مراكز التكوين المهني والغرف الفلاحية والمديرية الفلاحة على المستوى المحلي مضينا اتفاقيات. هذه الاتفاقية تهدف إلى إجراء تكوين تأهيلي لهؤلاء الشباب. شرط أن الشاب هذا يكون مارس هذه المهنة من قبل يكون يعرفها لكن ما عندوش الشهادة، وبعد ما يدير هذا التكوين التأهيلي لمدة قصيرة المدة سواء تتراوح من شهر حتى 3 شهور يعني المدة تحدد من طرف مركز التكوين المهني حسب التخصص المراد يعني اللي تكون فيه. هنا فقط نأكد أن التكوينات الموجودة التكوينات الكلاسيكية الموجودة في معاهد ومراكز التكوين المهني ما تخضعش للتكوين التأهيلي. معناتها التكوين التأهيلي راح يكون بالنسبة للناس اللي مارسوا هذا النشاط وما عندهمش الشهادات ما عندهمش اللي عنده مؤهل مهني في الميدان. كذلك لانام سي جعدي كذلك أنتم تقوموا بعمليات تكوين شباب وطالبي العمل أيضا. نعم هي أولا نحن نشجع التكوين ليس فقط التكوين على المستوى التكوين التأهيلي أو التكوين نقول نحن بصفة عامة نشجع التكوين خاصة في التخصصات التي لا نجدها في سوق العمل حتى رانا نبحث عليها على المستوى الوطني والعالمي. ونشجع أيضا التكوين داخل المؤسسة علما بان هناك يعني معاهده في اطار بين وزاره العمل ووزاره التكوين المهني في اطار تكوين شباب السن يتراوح ما بين 16 و20 سنه لمده 6 شهور ويتقاضى يعني منحه 3000 دينار جزائري للشهر، وبالتالي يتبع تخصص يعني تخصص في الدومين يعني دون الميتي ديفيسيتير او نعم الموجود العجز فيهم هذا حتى ولو نتسرع لمدة 6 شهور نتسرع في تكوينهم وتكون تحت إشراف يعني وزارة العمل ووزارة التكوين المهني. وهذا الشاب يخرج بشهادة استيناتيستاسيون كاليفيون أو ديبلوم كاليفيون، وبالتالي يعني بصفة عامة مادام يتبع مهنة يعني غير موجودة على مستوى السوق العام الميتي ديفيسيتير مباشرة راح يتم له العقد في إطار العام يعني يتشغل مباشرة. وهذا احنا رانا نشجعه ورانا نفتحه ونطلبوا النداء من خلال اثيركم ان هؤلاء الشباب يتصلوا بالوكالات المحليه ويتصلوا بمراكز التكوين او الهيئه تاعنا يوجهوهم ويديروا لهم الملفات حتى يتابعوا التكوين، وبالتالي نستفادوا منهم خير ما نجيبوا اليد العامله من خارج الوطن. علما بان ايضا مشكوره المديريه التشغيل التي راح تعطت شروط للمؤسسات الاجنبيه ان تضع يعني لاسبي يعني نقطة مهمة وهو التكوين، لأن يجوا يخدموا وما يكونون الشرط تاعنا ما كان حتى فائدة في ذلك، يعني تحويل التكنولوجي هذا راه يدير فيها نقطة ومهمة راهي صارت يعني والحمد لله اليوم كثير من المؤسسات أم يكونون لأن اليوم طريق البناء أو التكنولوجيا في البناء راهي تبدلت كثير نرامش بكري اللوح والمسمار خاصة يعني في القطاع الاقتصادي كله شهد عصرنا نعم عصرنا نعم بارك الله فيك.
ولهذا نطلبك من اثيركم. ايضا هناك طرق تكوين خاصه التكوين داخل المؤسسه وين الدوله يعني تمد 4000 دينار جزائري للشاب اللي يتكون داخل المؤسسه حتى يتكون، وبالتالي اذا كان نجح داخل المؤسسه والمؤسسه حبت تشغله نعطوا له عقد تشغيل في اطار الادماج المهني، سواء عقد عامل مدعم او عقد دي اي بي، وبالتالي يتم تشغيل ويعني الحمد لله يخرج من قوقعه البطاله. نعم السيده مولا حسن. هات الاختراع ما غلطش. سليمة يطرر في الكناك، انتم كذلك إضافة إلى التكوين كاين مرافقة باش نتحدثوا يعني المرافقة اللي كان عملكم يعني كنتو كي لونساج ما يحبسش في لا كرياسيون لونتربريز تما يزيد يتواصل كاين مقبل وخلال إنشاء المؤسسة وحتى بعد ما إنشاء المؤسسة. نعم الصندوق الوطني من عن بطالة يأمن يمد مرافقة مشخصة لأصحاب المشاريع في الأول لما خلال إنجاز المشروع، وهناك مرافقة أخرى وهي ما تسمى مرافقة ما بعد إحداث المشروع سويفي بوست كرياسيون، يعني نضمنوا لأصحاب المشاريع اللي خلقوا المؤسسات نتاعهم مرافقة شخصية أيضا يقوم بها مستشارين مختصين في هذه المرافقة ما بعد إحداث المؤسسة، والهدف من هذه المرافقة هو ضمان ديمومة المؤسسة المنشأة، يعني كيفاش اسيغي لا بيرينيتي دو لا في دو لا ميكرو انتربريز باش ما اسكو تخيروا الياتوارمون ولا هما يتقدموا لكم ولا انتم فوزافي ان بروغرام عندكم ان بروغرام دو سويفي؟ كاين ان بروغرام دو سويفي بيان سور، هناك برنامج لهاد المنشطين هما اللي عندنا بيان سور انا فيشي تاع لي بروموتور لي المؤسسات المنشأة راح نوجهوا هاد المنشطين نحو هاد المؤسسات اللي نشأت. هادو المؤسسات الجديدة. المؤسسات الجديدة وجميع المؤسسات اللي نشأت راح تكون عندها مرافقة مشخصة، وبالأخص خلال هاد المرافقة حتكون خلال 3 سنوات. على مدار الأولى من بداية النشاط. نعم، والسنة الأولى المرافقة حتكون إجبارية. إجبارية. في السنة الثانية راح تكون صديق أشوى، صديق دوك صاحب المشروع هو اللي يقدر يشوف اسكو المؤسسة نتاعو راهي تسير على ما يرى، ما كان ما عندوش مشاكل ولا حاجة ما يقدر ما يتصلش بلاكناك ولا ولكن السنة الأولى المرافقة تكون إجبارية. تحدثنا على 2016 يعني 2016 وكان يعني هذا كاين ربما بعض الشباب اللي يتساءل لي ديسبوزيتيف هذوما بور 2017 والعوام الجايين اسكو في ظل الازمه الماليه اللي تعيشها البلاد راح يستمر الدوله تستمر بدعمهم من خلال هذه الاليات بالنسبه لكناك؟ بالطبع هاد الاستراتيجي تاعكم 2017 هاد بالطبع خلال سنة 2017 لي بوفوار بوبليك سادير الوصية السلطات الوصية عطاونا لي زوبجيكتيف اللي نحن نخدموا بها هو خلق بالنسبه للصندوق الوطني للتامين عن البطاله هو لوبجيكتيف الاسيني لا كاس ناسيونال داسيون شوماج هو خلق ما يقرب عن 15000 مؤسسه مصغره لسنه 2017 وبالطبع هذا وهذا ما راح يساهم في التنميه المحليه وفي النشاطات ونحو القطاعات ذات الاولويه ماشي كامل لي سيكتور داكتيفيتي توتافي ويجب ترقيتها على المستوى المحلي. داكور التنميه المحليه تسمى لا بريوريتي للتنميه المحليه. بالطبع بالطبع، وايضا يجب ايضا تحسين طرق المرافقه. لكناك راح تزيد تكون المنشطين نتاعها باش يعملوا احسن راح يرافقوا اصحاب المشاريع
بأحسن ما يرى، وذلك خاصة في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة. داكور، يعني كاين دعم بالنسبه للشباب، نقول للشباب لانه السن كان 40 سنه دوكا، ولا بالنسبه لكناك من 30 حتى ل 50؟ كان دائما 30 سنه في الاول، 35 سنة. 50 سنه، ومن سنه 2011 ترجع الى من 30 سنه الى 50 سنه. هو دائما اوكي. دونك سيد حمودي، بالنسبه للونساج نفس السؤال، يعني مواصله جهودكم لدعم الشباب لانشاء مؤسساتهم المصغره، لكن دون دي سيكتور سيبلي. بطبيعه الحال يعني احنا راح نواصلوا العمل تاعنا، وفي كما كنت اذكر انه راح يكون توجهات يعني توجيه يعني المشاريع المموله من اطار لونساج في اطار المشاريع يعني اللي تخلق ثروه وتخلق مناصب الشغل. كذلك تنويع النشاطات بالنسبه للشباب المستثمر، وهذا من اجل التنميه المحليه وتوجها مع يعني التوجهات الاقتصاد الوطني. جعل الجهاز أداة لتخفيض فاتورة الاستيراد، بالتالي هنا يعني راح نمولوا مؤسسات ومولنا مؤسسات اللي تساهم في الإنتاج الوطني. تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة الناشئة يعني لي ستارت اب تي سي، مع العلم أننا يعني إلى غاية اليوم رانا مولنا تقريبا 10,000 مؤسسة مصغرة في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال. مواصلة يعني إبرام اتفاقيات مع مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان يعني مخطط أعباء للمؤسسات المصغرة، لأن كما ذكرت أن المرافقة ما بعد الإنشاء خاصة المؤسسات المصغرة يحتاج مخطط الأعباء. بعض المؤسسات العمومية والاقتصادية اللي ممكن لها يعني أن تحقق هذا مخطط الأعباء للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار جهاز لونساج أو لاكناك، وبالتالي يعني احنا خلال سنة 2017 راح نواصلوا العمل مع هذه المؤسسات العمومية والاقتصادية مع مختلف القطاعات من أجل يعني ضمان يعني مخطط أعباء لهذه المؤسسات المصغرة الممولة، إضافة يعني إلى المجهودات اللي راهي تبذل فيها الوكالة فيما يخص يعني المرافقة ما بعد الإنشاء من طرف يعني مرافقي الوكالة، اللي هي تسير يعني وفق برنامج محدد ومستطر من طرف المرافقين على المستوى المحلي. يعني مخطط الأعباء هذا يسهل ديمومة كما قالت السيدة، ديمومة المؤسسة، وكذلك لأنه الشاب مطالب ب يعني تسديد مستحقات البنك ومستحقات اللونساج، يعني رغم أنه معفى 3 سنين الأولين ثم 5 سنين للبنك ومن بعدها تسديد الجزء الخاص باللونساج. تحدثت على تسديد القروض، لما يعني نجيو الوكالة الوطنية هي طبيعة يعني اليوم المؤسسة المصغرة خلال 3 سنوات الأولى معفاة من الضرائب، معفاة من تسديد القروض، يعني هي يعني فترة تمكن المؤسسة المصغرة من تحقيق رقم أعمال. وبالتالي بعد 3 سنوات ربما يكون عندها رقم اعمال وراس مال مليح اللي راح توصل به. بالنسبه يعني لتسديد القروض لما ذكرتها، يعني احنا خلال سنه 2016 نسبه تسديد القروض وصلت الى 70% بالنسبه للمؤسسات المصغره لتكريات، ولحقوا لفتره التسديد، فتره ما 3 سنين وخمس يعني اللي فاتوا يعني ديجا مولين من قبل، يعني قبل 3 سنوات. بالنسبه للجزء الخاص باللونساج، الجزء الخاص باللونساج، لانه نعرفوا انه الخاص ال5 سنين الاولين خاص بالبنك، ومن بعدها باش يسدوا، لكن المقاربه انه باش يرومبوسي لونساج لازم يرومبوسي لابونك. مادام وصلنا لطو 70% بالنسبة لتسديد القروض تاع لونساج، معناتها القروض البنكية ديجا راهي مسدة. الشيء المميز خلال سنة يعني 15. يعني خاص إذا كان عندنا أون بتيت إيكواسيون، حسابات صغيرة، يعني المؤسسات اللي أنشئت قبل 2012 هكذا، قبل 2012 يعني حتى 2010، لانه 2010 هما اللي راهم اليوم اللي انشئت من 2012 مازال عندهم الوقت باش يسدوا القرض البنكي، التسديد البنكي.
الشيء المميز خلال سنة 2016 كذلك أننا الوكالة راهي تمول للمشاريع للشباب من الأموال التي تم تحصيلهم. عندنا تقريب 4000 أكثر من 4000 مشروع مولناها خلال هذه السنة من الأموال التي تم استغلالها من طرف الشباب، هذا إضافة يعني الأموال المرصدة بموجب يعني قانون المالية المخصص لتمويل المشاريع تاع المنساج. وبالتالي هنا يعني نطمئن كما ذكرت سالفا، نطمئن الشباب أنه جهاز دعم الشباب مستمر، لأنه اليوم الاقتصاد الوطني يتطلب إنشاء مؤسسات مصغرة. تقريبا يعني حسب المختصين الاقتصاديين أنه هناك عجز تقريب أكثر من مليون و200 ألف مؤسسة مصغرة، والمؤسسة المصغرة يعني هي الأداة وهي الوسيلة الأساسية يعني لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. شكرا لك. نقول للانام مادام نتحدثوا على 2017 ولا الاستراتيجيه المستقبليه، لازم نتحدثوا على الوسيط والتسجيلات عن بعد واستعمال التكنولوجيا الحديثه لتسهيل هذه العمليه وتقريب الشباب وطالبي العمل من الوكالات. شكرا سيدي. نعم، الوكاله الوطنيه كما تعلمون يعني بدات في العصر نتاعها من 2006 و2001، يعني اليوم لحقنا الى درجه الحمد لله ان وصلنا الى تكنولوجيا عالميه، وان اليوم كل شيء يعني بدون ما تدخل اليد البشريه في عمليه التنصيب وعمليه التقارب يعني لرابروشمون بين طالبي العمل وعروض العمل. من خلال هذا ايضا ضيف الى كان عمليه التكوين كنا نتكلموا، اذا جاء شاب صغير ما عندوش حتى شيء يعني باش يفهموا الشعب تاعنا بالطريقه هذه، يجي ما عنده حتى مستوى، ما عنده حتى ولو، يكون خرج من سنة مثلا تسعة ولا حاجة، مباشرة الوسيط واش يعطيله شهادة يقول له من خلال أروح المركز التكويني اللي قرب من عندك، ويعطيله حتى مراكز اللي ممكن تقرب عنده عن طريق رئيس الوكالة يعطيهم له، يروح باش يتصل بالتكوين المهني باش يتكون يعني من خلال الوسيط. عندما يجد الوسيط بأن هناك خلل في لورابروشمون بين هذا الشاب يعطيه يقول له راح تكون، لأن مازال ما عندكش التكوين يعني. نعم اورينتاسيون عن طريق بعد. نعم، التجربه الاخيره وين اون لونس يعني التسجيل عن بعد في مستوى 4 ولايات على اساس ان يكون عمليه الاخر، وراح تتعمم ان شاء الله في اقرب وقت على مستوى الوطن. فيزا للمستقبل، فيزا للمستقبل، فيزا للمستقبل على جلف، على جلف. كنا نتحدثوا السيد جعدي على الوسيط والتسهيلات المقدمه لطالبي العمل وكيفاش هو واسمه وسيط يعني رابروشمون بين وسطة. العمل وسطة، لأن لا تخلق المنصب العمل وإنما تقوم وسطة بين المؤسسة والشاب، وبسرعة إذا الشاب يتقدم للوكالة ما يطلبوا ولا شيء إلا بطاقة تعريف، حتى الاكسيد نيسونس ما يديش كما كنا نطلبوه. حنا اللي نخرجوا، لان الحمد لله اليوم رانا بارتباط على المستوى منستر الانتيريور. وثاني نقطه واحده اخرى اذا سمحت، كاين يقدر يسجل في اي مكان في اي وكاله، ماشي لازم في مقر سكنه. يسجل، نعم قلت لك الوسيط اللي من الوكاله الوطنيه لحقت الى تكنولوجيا عاليه والحمد لله، وفي اقرب وقت يعني في المستقبل تكون احسن يعني تكفل بالشباب احسن. واحسن دليل هو تراجع يعني البطاله، ونحن يعني الارقام راهي تبين لنا من 2010 راحت يعني تراجعت الامور الى يعني وترتفع تنصيب وتراجع البطاله. شكرا لك ان شاء الله. 2017 نتمنى وان شاء الله تكون مواصله على 2000 ان شاء الله يا ربي. سيد جعدي اسماعيل مسؤول وكاله انام الجزائر العاصمه، نعاود نولي لك سيده مولي حسن سليمه يعني باش نختموا فيني غومبوتي مع لاكناك. سيغ، في خلال سنه 2017 ان شاء الله سيقوم صندوق التامين الوطني تامين عن البطاله بوضع برامج لتحسين الدائم لخدمات المتاحه لاصحاب المشاريع ان شاء الله. ان شاء الله، وكذلك باستعمال التكنولوجيا الجديده الحديثه كل متابعه الخدمات الالكترونيه اللي هي تحت تصرف اصحاب هذه المشاريع. سيد حمودي في عجاله لو سمحت. في عجاله الوكاله ستواصل خلال سنه 2017 من تطوير شبكتها وتطوير يعني دراسه كيفيه معالجه دراسه الملفات عن طريق استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. سيكون يعني تعامل عن بعد ما بين الشاب حامل المشروع والوكاله، ونتمنى التوفيق لكل
للشباب الجزائري، والوكالة مفتوحة أبوابها يعني كل الشباب الجزائري من نعم، وكذلك كذلك يعني مساعدة الشباب حتى اللي خلق مشاريع منذ مدة باش يتجاوز بهم، وربما كان اللي عندهم دي ديفيكولتي في نصيحة. بطبيعة الحال يعني الوكالة أبوابها مفتوحة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، مستوى الفروع أو الملحقات، من أجل التكفل بانشغالات كل الشباب الممول في إطار الوكالة الوطنية لدعم شباب الشباب. إن شاء الله يا ربي، وهذا ما نتمنى ونتمنى كما قلنا في الأول عام 2017 عام يكون خير تأخير وازدهار للجميع وللوطن. بهذا مستمعينا نأتي إلى نهاية حصة فيزا المستقبل لنهار اليوم. أشكر ضيوفي على كرم على قبول الدعوة، أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة. بعد قليل نشرة أخبار الواحدة مع محمد أمين قسوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.